بارك يا سيد. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا كريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا لائسون. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وجميع الكنائس والأديرة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. كيريا. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا لائسون. اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب بعد ذكرنا كلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان
وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد رسمت علينا نور وجهك يا رب في شفاعة والدة الإله. يا مخلص خلصنا. أعطيت الذين يتقونك علامة ليهربوا من وجه القوم. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. صعدت إلى العلاء وسبيت سبيا. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أعطيت الذين يرهبون اسمك بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. الحمد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. آمين. بشفاعة والدة الإله بسلام إلى الرب نطلب. إلهي صار أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب ότισον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να δαρτάκας ελαρδού ζαμία χαλάσου Ιλάχινα χωλισνά. المجد
والآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائل، لقد قابلت أن تتجسد لأجلي خلاصنا من القديسة والدة الإله دائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا، وبموتك وقيت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الله والروح القدس خلصنا. أيضا بسلام إلى الرب نطلب وادد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا لك الإله الصالح والمحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطئ قدمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وارعهم وارفعهم إلى الأبد. يا رب نطلب يا رب خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك ومنح ملوكنا المؤمنين غلبة على البربر واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين ورعهم وارفعهم الأبد. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر واحفظ فلنستقم ذفت بروسكيني صومن كي بروسبس صومن
Χριστόν, σον ημάς εις γέφεον, ο Αναστάτη وهم أحباء الله بلاد
فيلادلفيا بهم تهزوا والأرثوذكسيون يفخروا. السلام عليك يا والدة الإله العذراء الممتلئة نعمة، لأنه منك أشرق شمس البر المسيح إلهنا ينير الذين في الظلام. فافرح وابتهج أنت أيها الشيخ الصديق لحملك على ذراعيك محررا نفوسنا ومانحنا البعث والقيام. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. أيها الإله القدوس المستريح القدوسي الذي يسبح السرافين بأصوات السماوات ويمجده الشروبين وتجد له جميع الأكواب السماوية، يا من أخرج كل الأشياء من العدم يا سلام رضا لنا نحن عبيده الأبدى بين المستحقين وَلِقِيَامَتِكَ
التي يمينك جرستها εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσεν η δεξιάν σου. Ελασίνη είναι
السماء. يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة واستحام التي يمينك غرستها. يا رب خلص الحسنية العبادة يا رب خلص الحسنية العبادة.
عظيمًا. ثيوفيلوس الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام، بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا والعربية وعبر الأردن وقان الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة. ثيوفيلو του μακαριωτά του θείωτά του τε και Παναγιωτά του Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών πολλά τα έτη. Θεοφίλους ουλάβου λαχδάς ο τούμπαουι ουαζαζίλου λεχτήραμ Πατριάρχη Μαδίνα τελμουκαντασάτη ουραζαλίμα وسائر أعمال فلسطين وسوريا والعربية وعبر الأردن وقنا الجليل وصيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة. خريستوفروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدا. خريستوفوروس الكلي الطوري والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدا. كريستوفوروس الكلي الطوري والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس أساقفة على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدمة في الكرامة والمتصدرة في الرئاسة أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدا. إليك يا رب واصرخوا إلهي فلنصغي. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. حكمة يا إخوة، إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع
ابن الله فلنتمسك بالاعتراف، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لأوهاننا، بل مجرب في كل شيء مثلنا ما عدا الخطيئة. فلنقبل إذن بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد ثقة للإغاثة في أوانها. فإن كل رئيس كهنة متخذ من الناس يقام لأجل الناس فيما هو لله ليقرب تقادم وذبائح عن الخطايا، في إمكانه أن يشفق على الذين يجهلون ويضلون لكونه هو أيضا متلبسا بالضعف، ولهذا يجب عليه أن يقرب عن الخطايا لأجل نفسه كما يقرب لأجل الشعب، وليس أحد يأخذ لنفسه الكرامة، بل من دعاه الله كما دعا هارون، كذلك المسيح لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، كما يقول في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادا. سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. نستقم ونستمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس مرقس البشير. مجد لك يا رب المجد. قال الرب: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. فإنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله
وخسر نفسه. أماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ يستحي به ابن البشر متى أتى في مجد أبيه مع الملائكة القديسين وقال لهم: الحق أقول لكم إنا قوما من القائمين هاهنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوته. سلام إلى الرب نطلب يا الله يسلم أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. أيها الإله، يا من افتقد ضيعتنا بالرحمة والرأفات وأقامنا نحن عبيده الخطأ الأذلاء الغير المستحقين أمام مجد مذبحه أمام مجده المقدس لنخدم مذبحه المقدس، أنت أيدنا بقوة روحك القدوس في هذه الخدمة وامنحنا كلاما لدى فتح أفواهنا لنستدعي نعمة روحك القدوس على القرابين المزمعة أن تقدم. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا رب نطلب يا رب. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقاً أن يتقدم إليك ويدنو منك ويخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضاً، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنساناً بلا استحالة ولا تغير، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية بما أنك سيد لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض أيها الرب إلهنا رب السرافيم وملك إسرائيل المستوي على العرش الشربي يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين، فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق البطال وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير، تجعلني كفأ بقوة روحك القدوس وأنا لابس نعمة وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم، لأني إليك أتقدم حانيا عمقي وأطلب إليك، فلا تصرف وجهك عني ولا ترذلني من بين غلمانك، لكن أهلني لأن تقدم هذه القرابين على يدي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. انتشروا في مستيقوس كونيزون دستيزون بيوت ريادي تدرسايون من بروسادون ديس باسان تي فيوتي كينا بوثون فاميرنا
سلاستي تيمي تومرتولو كليسون وثيو سلاستي تيمي تومرتولو كليسون
أَنَّ
جميعكم جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسي مع جميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل أخ لنا في المسيح المتروبوليت فينيديكتوس مع إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمادريت فينيديكتوس إيرونيموس أثناسيوس وخريستوفوروس مع الإيكونوموس إبراهيم بولوس أيوب بطرس فرح قسطنطين سمعان أليكسيوس جيراسيموس ديوذروس أرسينيوس سوفرونيوس والشمامسة صابا المستعد للكهنوت المقدس مع الشمامسة توما وسيلفستروس الأم إيريناه جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين يصلون معنا ويتابعوننا والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم مع جميع الذين في الضيقات والأمراض والشدائد والأحزان الذين على أسرتي وفراش المرضى والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم مع جميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في هذه الكنيسة المقدسة وفي جميع أديرة وكنائس المملكة والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا الذين عمروا هذا الهيكل المقدس وجميع وكنائس المملكة البطريرك ثيودوروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين مع رئيس الأساقفة سيلفستروس مع جميع رؤساء الكهنة والكهنة والكهنة المتوحدين الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية الذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين والذين على فكر كل واحد منكم مع عبد الله سلمان ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي
كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. كهنوتكم وشموسيتكم يذكر إلى في ملكه السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. وفسيمون يوسيف أبدوكسينوس كاثيرون تواخرنتوس الصومة سيلدوني كثرا كي أروم بسم الآب والابن والروح القدس. أمين. على اسم الآب والابن والروح القدس. أمين. على اسم الآب والابن والروح القدس. أمين. أيها الابن الروحي، الشماس المتوحد صابا يا ابني، في هاي اللحظات بهذا الأحد اللي هو أحد الرفع والسجود للصليب المكرم بوسط الصوم الأربعين المقدس، بهاي اللحظات اللي فيها كل نفس محبة للمسيح تسجد أمام خشبة الصليب المكرم اللي علق عليها الرب والمخلص يسوع المسيح حتى يفتدينا بدمه الكريم على الجلجلة. بهذا الأحد النعمة الإلهية بتدعوك ببركة أبينا وبطرياركنا كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث وبقرار من المجمع المقدس من خلال حقارتي حتى تنال نعمة الكهنوت المقدس العظيم. في هاي اللحظات يا ابني اللي فيها رح تدخل لقدس الأقداس حتى تنال وتتسربر بنعمة الروح القدس اللي رح تجعلك خادم للأسرار الإلهية اللي رح اللي تعطيك هاي النعمة حتى تقدر تتمم أسرار الكنيسة اللي هدفها تقديسك وتقديس أبناء الكنيسة المؤمنين.
لأن هذا هو هدف الكنيسة يا ابني، هي خلاصنا وخلاص رعية المسيح اللي أقامنا عليها واللي هو افتداها بدمه الكريم على الصليب. القديس صابا شفيعك في هاي اللحظات هو معك، وانت بتذكر محبتك للقديس صابا اللي نلت اسمه، ومن خلاله محبتك للحياة الرهبانية ولديره دير القديس صابا في فلسطين في بطريركيتنا المجيدة، وكمان شاءت العناية الإلهية بهذا الأسبوع يوم الجمعة الماضية إنه الكنيسة تحيي تذكار الآباء الرهبان اللي استشهدوا في دير القديس صابا. القديس صابا بحيطك يا ابني في كل مكان، حتى بأسبوع دعوتك للكهنوت حضوره واضح. إيش بدي أحكي عن أمنا الفائقة القداسة وحضورها، أو عن القديسين والقديسات اللي حضورهم مقرون بفرح وغبطة سماوية، لأنه شاب بنال نعمة الكهنوت بعد ما اتخلى عن كل إشي دنيوي وتبع المسيح. سمعت يا ابني إنجيل اليوم، من أراد أن يربح نفسه يهلكها، ومن أهلكها حكى يسوع من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. نعم يا ابني، هاي هي حياتنا الكهنوتية، هو صليب مستمر، صعودنا للجلجلة وفي الجلجلة مع المسيح نصلب كل شيء دنيوي حتى نموته ونكون شركاء في قيامته المجيدة. يا ابني، انت عشت لفترة طويلة بدير دبين مع هاي الأم القديسة، الأم إيريناية، اللي حقيقة هي ملاك على الأرض، مع الراهبات وأخوية الدير اللي بيجاهدوا الجهاد الحسن من أجل قدستهم. ولكن بحب اليوم أذكرك ببعض الأمور من حياة الدير اللي كمان عشته بالقرب مني في دار المطرانية مع إخوتك الآباء والشمامسة والمبتدئين في دير القديس نكتاريوس. الأديار يا ابني، ونفس الإشي نحن البطريركية، ونفس الشيء نحن الكهنة في الرعاية وفي المطرانية هون في الأردن اللي هي جزء من البطريركيتنا المقدسية، منتعلم الآتي يا ابني. الله يدعو أبناؤه، وهي هي الدعوة، الدعوة للرهبنة والدعوة للكهنوت. في البعض بسمع هذا الصوت وبلبيه مثل انت ما سمعته ولبيته، وفي اخرين ما بسمعوا هذا الصوت او بسمعوه وما بلبوا، لانهم اما ما بحبوا العالم اكثر او ما بقدروا. عشان هيك طوبى للانسان اللي النعمة الإلهية بتدعوه حتى يخدم كنيسة المسيح. اللي بدي أحكيه إنه بعد الدعوة وبعد ما نلبي الدعوة ببلش جهادنا الروحي الشخصي حتى نحافظ على هاي الوديعة، على هاي الدعوة، وعلى هذا الاختيار
اللي الله اختارنا. عشان هيك شفت جهاد الرهبان والراهبات في الأديار، جهاد مستمر. بصحوا الساعة 3 الصبح في الوقت اللي كل نايم وبرتاح، بحاربوا جسدهم اللي بده يرتاح وبده ينام. بيقوموا بيمسكوا مسابحهم وبيبلشوا بسجدات ويحكوا: يا ربي يسوع المسيح ارحمني. وهن يستمطروا رحمة الله عليهم. رحمة الله تستمطر على كل العالم من خلالهم. والساعة 4:15 بيكونوا في الكنيسة وبيقيموا الصلوات اليومية، وهيك كل برنامج يومهم بيكون ما بين الصلاة، المطالعة والعمل اليدوي. هون بيكون يا ابني الجهاد من أجل المحافظة على الدعوة. الله دعانا، ولكن هون بتبلش جهادنا الروحي حتى نحافظ على هاي الدعوة والوديعة اللي استلمناها، ونقدر إنه ننميها حتى نتقدس ونقدس الحوالينا حتى نكون نور في العالم. الكاهن نور يا ابني، منارة، لازم هيك الكاهن يكون. عشان هيك هيك الكنيسة بدها إياك تكون أنت، وأنا هيك بدي إياك تكون نور في العالم، حتى من خلالك يرى الله المحب. وفي الدير كمان نتعلم شيء تاني، اللي هو كيف نقدر إنه ينمي كل واحد مواهبه، ويقدر إنه كلنا مع بعض نكون جسم واحد، وكلنا أعضاء في هذا الجسم، وهو جسم الكنيسة، جسم الدير. ما في عضو أهم من عضو، كل عضو له مكانته وله ترتيبه، وهو مهم في هذا الجسد. هذا العضو المسيح أدخله، وبالتالي مكانته محفوظة من المسيح نفسه. ولكن المشكلة وين بتصير؟ بنقصنا نحن وبغرورنا وكبريائنا منبلش نتصارع مين بده يكون الأول، ومين بده يعمل هاد وهداك، ومين بده يتقدم، ومين ومين ومين. ومننسى إنه كلنا دعانا المسيح، وكلنا نخدم الكنيسة اللي هي جسد المسيح القائم من بين الأموات. هديك اليوم يا ابني، يوم الجمعة الماضية، بوجودي في الدير وكنت أبخر، التفتت للإيكونوستاس وشفت الأناديل، وانتبهت إنه الأناديل والكاس اللي موجود جوا بكل أنديل الزجاجي كان كيف بالترتيب: الزيت الموجود فيه، نوره وإضاءته، والصليب كيف بالترتيب، إنه بتنسيق بترتيب كله، كل الأناديل. وحكيت بنفسي قديش اهتمام الأم إيرينيا والأخوات في الدير، كل واحد بمكان عمله، إنه يعمله بأتم وجه، بأكمل وجه، وكل واحد بيعمل بمكانه، حتى لا أحد يعمل ولكن المسيح هو بيعمل. هون نحن منذوب، نحن هون منختفي، ولكن النعمة بتعمل من خلالنا. يا ابني كل ما شعرت إنه إرادتك الخاصة بتدوب، رح تشوف النعمة رح تساعدك أكثر وأكثر، حتى تخدم أكثر، حتى تحب أكثر، حتى تموت أكثر، حتى تبذل أكثر. هاد رح تتعلمه يا ابني وإنت تتواضع، وإنت تشعر إنك إنت ولا شيء، ولكن المسيح هو كل شيء.
كمان يا ابني في الدير منتعلم كيف نقوم بالخدم الليتورجية كما يجب بدون ما نحذف شيء، بدون ما نتهاون ونفكر إنه نحن منقضي واجب أو نحن بس بشفتينا منرفع صلاة. لا يا ابني انتبه، دائما حافظ على قانونك الشخصي وعلى حياتك الروحية الخاصة اللي هاي رح تساعدك حتى تقدر إنك تتمم الأسرار الإلهية كما يجب وإنت حاسس بحضور المسيح الحي أمامك، لأنه هو حاضر ومن خلالك هو اللي بيتمم الخدم، ولكن محبته الفياضة اللي رح تغمرك بكل خدمة كهنوتية لإلك هي اللي رح تعطيك النعمة القوة والبركة حتى تتمم الخدم الإلهية، وإنت كل خدمة بتتممها رح تشعر بمحبة المسيح المبذولة على الصليب ومحبته لخلاص نفوس أبناء الكنيسة وخلاصك الشخصي. أمام هاي المحبة رح تجزع وتخاف وترهب. يا ابني الكنيسة ببركة أبينا وبطرياركنا ثيوفيلوس رح تجعلك إنك تخدم في مكان كتير حساس ومهم في أردننا الحبيب اللي هي محافظة الكرك، وأنا رئيس أساقفة كيرياكوبوليوس رح أنتدبك حتى تكون مسؤول عن هاي المحافظة روحياً مع إخوتك الكهنة الموجودين غد، حتى تقدر إنك أنت والأباء الكهنة الموجودين تقدر إنكم تخدموا أكثر وأكثر أبناء رعيتنا المحبوبة اللي صاحب الغبطة والمجمع المقدس مهتم إنه نقدر نحن نعمل لهاي المحافظة كما باقي محافظات المملكة ضمن مخطط رعائي اللي بهاي الأيام مش بس عماله يوضع ولكن عماله ينفذ حتى نقدر إنه نخدم كل مناطق المملكة ومحافظاتها قراها ومدنها، لأنه كل ابن من أبنائنا أينما وجد هو ابن للمسيح اللي افتدى بدمه الكريم على الصليب. الرعية يا ابني، رعيتنا المحبوبة هي رعية مقدسة ومباركة، وانت جاي من رعية القديس نيكولاوس بالصريح اللي هالقد حبيتها وحبوك، ولاحظت في كل مكان أرسلتك إله للخدمة أثناء فترة وجودك معي كان الكل يحبك والكل يقدر عملك ومحبتك للخدمة وبالأخص لخدمة أبناء الشبيبة اللي الكنيسة وصاحب الغبطة وأنا أعطيناك البركة إنك تكون مسؤول على التنسيق ملف الشبيبة ومدارس الأحد في المطرانية. نعم يا ابني الخدمة عظيمة والدعوة مقدسة ومباركة، ولكن المسؤولية الملقاة عليك والواجب هو كبير. منصلي كلنا صاحب الغبطة، أخوية القبر المقدس، إخوتك الكهنة الملتفين حواليك جميعا اللي تمكنوا من الوجود واللي ما تمكنوا، اللي أحبوك وكانوا اليوم حابين إنهم يكونوا معك، صلاتهم ودعائهم هو معك، مع الأم إيرينيا وأخويتها، مع والدتك وإخوتك وشقيقتك وكل المحبين لإلك من جوقة القديس نيكولاوس ومن أبناء رعيتنا في الصريح اللي أكيد في هاي اللحظات من وين ما كانوا بيرفعوا صلاة لربنا من أجلك.
يا ابني افرح، لأنه عنصرتك الشخصية في لنيلك سر الكهنوت المقدس اقتربت. الصوت الإلهي بدعوك حتى تتقدم للمذبح المقدس، حتى تنال نعمة وبركة الكهنوت اللي رح تجعلك خادم أمين لكنيسة المسيح، خادم أمين لبطريركية القدس، لهاي الكنيسة، لهاي البطريركية اللي أعطت النور والبشارة لكل العالم، ومن خلال الآباء والأجداد حافظت على الوجود المسيحي واستمرارية الكنيسة والإيمان الأرثوذكسي المستقيم الرأي اللي أنت مدعو إنك تحافظ عليه بكل أمانة وإخلاص زي ما استلمناه من الآباء والأمهات القديسين والقديسات. صعبة يا ابني، أتت الساعة، تعال لفرح ربك. أيها الشهداء القديسون الذين جاهدتم حسنا وتكللتم في كل حين للمرضى تشفي وللناقصين تكمل، هي تنتدب الشماس صاب الكلي الورع إلى الدرجة الكهنوتية، فلنطلبن من أجله لكي تحل عليه نعمة الروح
الكلي قدسه. آمين. أيها الإله الذي لا بدء له ولا انتهاء، الصادق في الوجود على كل المخلوقات، يا من يكرم بلقب كاهن، بأن يتقبل بسيرة لعب فيها وإيمان كامل نعمة روحك الكلي قدسه، يجعله لك عبدا كاملا مرضيا لك في كل شيء، سالكا سلوكا يليق بالكرامة الكهنوتية العظيمة الممنوحة له من قدرته، معرفتك السابقة لأن لك العزة والملك والقدرة والمجد، آمين. السلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفروس وكهنوته وبقائه سالما ومعافى ولأجل خلاصه وعمل يديه إلى الرب نطلب من أجل عبد الله سابا المرتسم الآن كاهنا وخلاصه إلى الرب نطلب لكي يمنحه إلهنا المحب البشر خدمة لا عيب فيها ولا شائبة إلى الرب نطلب من أجل هذه المدينة المحروسة بلا وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. أيها الإله العظيمة قدرته وفوق العقل إدراكه العجيب في مقاصد اتجاه بني البشر، أنت يا رب يا من سرقت بأن يدخل عبدك هذا في درجة الكهنوت، املأه من موهبة روحك القدوس لكي يصير أهلا بأن يمثل بلا عيب أمام مذبحك ويكرز ببشارة ملكوتك ويخدم كلمة حقك ويقدم لك قرابين وذبائح روحية ويجدد شعبك بحميم الميلاد الثاني حتى يلاقي هو أيضا ابنك الوحيد إلهنا العظيم مخلصنا يسوع المسيح في مجيئه الثاني، فينعم عليه بوفرة خيريتك بأجر من تدبر شؤون درجته تدبيرا حسنا، لأن اسمك الكلي الإكرام والعظيم البهاء مبارك وممجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. Αξιός, 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 αξιός. Amen.
مستحق الذي يمنطقني بالقوة وقد جعل طريقي لا عيب فيها كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. أكسيوس أكسيوس يلبسون البر وأبرارك يبتهجون ابتهاجا كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. مستحق 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 Love.
الذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف لا إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. خطايانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. أيها الرب إلهنا، يا من خلقتنا وأتيت بنا إلى هذه الحياة وأريتنا طرقا للخلاص ووهبتنا إعلان أسرار سماوية، أنت الذي جعلتنا في هذه الخدمة بقوة روحك القدوس،
فارتضي إذن يا رب أن نصير خداماً لعهدك الجديد، نخدم أسرارك المقدسة. اقبلنا بحسب كثرة رحمتك لدى اقترابنا من مذبحك المقدس، لنصير أهلاً لأن نقدم لك هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية عن خطايانا وجهلات الشعب، حتى إذا تقبلتها على مذبحك السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب زكية ترسل لنا عوضها نعمة روحك القدوس. اطلع علينا يا الله وانظر إلى عبادتنا هذه، وتقبلها كما تقبلت قرابين هابيل وذبائح نوح ومحروقات إبراهيم وخدم موسى وهارون الكهنوتية وتقديمات صموئيل السلامية. وكما تقبلت من رسلك القديسين هذه العبادة الحقيقية، كذلك تقبل بفرض صلاحك يا رب من أيدينا أيضاً نحن الخطأ هذه القرابين، حتى إذا استحققنا أن نخدم مذبحك المقدس غير ملومين ننال أجرة الوكلاء الأمناء الحكماء في يوم مجازاتك العادل الرهيب. برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. ولروحك. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر. قبل كل الدهور نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو الآب في الجوهر،
الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البسطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة لنقف حسناً، لنقف بخوف، لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام كبيحة نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم. نرفع قلوبنا فوق عند الرب لنشكرن الرب. إنه لحق وعدل ولائق في الحقيقة بعظمة جلال قدسك أيها الكائن السيد الرب الإله الآب الضابط الكل المسجود له أن نسبحك ونمدحك ونباركك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك يا من أنت وحدك الإله الحقيقي، وأن نقدم لك بقلب منصحك وروح متضعة عبادتنا هذه الناطقة، لأنك أنت منحتنا معرفة حقك، ومن هو كفء لأن ينطق بجبروتك ويجعل كل تسبيحك مسموعة أو يخبر بجميع عجائبك في كل حين. يا سيد الكل رب السماء والأرض وكل الخليقة المنظورة وغير المنظورة، الجالس على عرش المجد والناظر الأعماق الذي لا بدء له، غير المنظور غير الموصوف غير المدرك غير المستحيل، أبا ربنا يسوع المسيح الإله العظيم والمخلص رجاؤنا، الذي هو صورة صلاحك وختم مساو لك في الرسم، موضح في ذاته إياك أيها الآب، وهو الكلمة الحية والإله الحقيقي والحكمة التي قبل الدهور والحياة والتقديس والقدرة والنور الحقيقي، الذي منه ظهر الروح القدس روح الحق وموهبة التبني وعربون الميراث المستقبل وبكورة الخيرات الأبدية والقوة المحية وينبوع التقديس، الذي منه تتأيد كل خليقة ناطقة وعقلية فتعبدك وترفع لك التمجيد السرمدي لأن كل البرايا عبيدك، فإنه إياك تسبح الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش والربويات والرئاسات والسلاطين والقوات والشيروبيم الكثيري العيون، ولديك ماثلون السرافيم محتفين حولك لكل واحد منهم ستة أجنحة بجناحين يحجب وجهه وبجناحين رجليه وبجناحين يطير، ويصرخون أحدهم نحو الآخر بأفواه لا تصمت وتماجيد لا تفتر. وبتسبيح الظفار
مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين وأعدته إلى الأرض التي أخذ منها مدبرا له الخلاص بإعادة الوليدة بإعادة الولادة بمسيحك نفسه. فإنك لم تمقت جبلتك التي صنعتها أيها الصالح مقتا نهائيا، ولا نسيت عمل يديك، بل افتقدت على طرائق كثيرة بتحنن رحمتك، فأرسلت الأنبياء وصنعت القوات على أيدي قديسيك الذين أرضوك في كل جيل فجيل. وهكذا كلمتنا بأفواه عبيدك الأنبياء، فسبقت وأخبرتنا بالخلاص المستقبل، وأعطيتنا ناموسا يعيننا، وأقمت ملائكة تحرسنا. ولما حان كمال الأوقات كلمتنا بابنك نفسه الذي به صنعت الظهور، الذي هو شعاع مجدك وصورة أقنومك وحامل كل بكلمة قدرته. فلذلك لم يعتد مساواته لك أيها الإله الآب اختطافا، ومع كونه إلها أزليا ظهر على الأرض وخالط الناس، وبتجسده من العذراء القديسة أخلى ذاته آخذا صورة عبد، وصار مساويا لنا في هيئة جسدنا الوضيع، لكي يجعلنا مساوين له في صورة مجده. فإنه لما كان بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت، ارتضى ابنك الوحيد الكائن في أحضانك أيها الإله الآب أن يولد من امرأة هي والدة الإله القديسة الدائمة البتولية مريم، ويصير تحت الناموس فيقضي على الخطيئة بجسده، حتى إن الذين يموتون بآدم يحيون بمسيحه. فتردد في هذا العالم وأعطانا أوامر للخلاص، وأبعدنا عن ضلالة الأوثان، وهكذا قدمنا إلى معرفتك أيها الآب الإله الحقيقي، مقتنيا إيانا لنفسه شعباً خاصاً، كهنوتاً ملوكياً، أمة مقدسة. وطهرنا بالماء وقدسنا بالروح القدس، وبذل نفسه فدية للموت الذي كان مستولياً علينا أرقاء تحت الخطيئة، وانحدر بالصليب إلى الجحيم ليمتلئ الكل منه، فحل أوجاع الموت وقام في اليوم الثالث، ففتح لكل ذي جسد طريق البعث من بين الأموات، إذ لم يكن ممكناً أن يضبط عنصر الحياة في البلا، فصار بكورة الراقدين وبكراً من بين الأموات، لكي يكون هو الكل متقدماً في كل الأشياء، وصعد إلى السماوات فجلس عن يمين جلالك في العلا، وهو سيأتي ليجازي كل واحد بحسب أعماله. وقد ترك لنا تذكارات ألامه الخلاصية التي نحن واضعوها الآن أمامك اتباعاً لوصياه، فإنه في الليلة التي أسلم فيها ذاته فدية عن حياة العالم، فيما كان مزمعاً أن يخرج ماضياً إلى موته الطوعي المجيد المحيي، أخذ خبزاً في يديه المقدستين الطاهرتين
ورفعه إليك أيها الآب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك أخذ الكأس من نتاج الكرمة ومزج وشكر وبارك وقدس، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري، فإنكم كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي. فإذ نحن متذكرون أيها السيد ألامه الخلاصية، صلبه المحيي ودفنه الثلاثي الأيام، وقيامته من بين الأموات، وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب، ومجيئه الثاني المجيد الرهيب، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهاتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. لأجل هذا أيها السيد الكلي قدسه، نجسر نحن أيضا عبيدك الخطأ غير المستحقين، الذين أهلنا لخدمة مذبحك المقدس لا بالنظر إلى برنا، لأننا لم نصنع شيئا صالحا على الأرض، بل بمجرد مراحمك ورأفاتك التي أفضتها علينا بسخاء، وندنو من مذبحك المقدس. وإذ وضعنا رسمي جسد ودم مسيحك المقدسين، نطلب إليك ونسألك يا قدوس القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ويباركها ويقدسها ويوضح. بارك يا سيد هذا الخبز المقدس. وأما هذا الخبز فجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. بارك يا سيد هذه الكأس المقدسة. وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. باركهما يا سيد إليهما. المهرق من أجل حياة العالم وخلاصه. آمين. وأما نحن المشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة، فاجعلنا كلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة روح قدس واحد، ولا تجعل الاشتراك في جسد ودم مسيحك المقدسين لأحد منا لدينونة ولا لإدانته، بل اجعله لأن نجد رحمة ونعمة مع جميع القديسين الذين أرجوك منذ الدهر، من الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكرزة والمبشرين والشهداء والمعترفين على الإيمان، أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام ولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، وإليك نطلب يا
خذ هذه الوديعة واحفظها إلى مجيء ربنا يسوع المسيح حين أنت مزمع أن يسألك عنها. وخاصة من القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا وأطلالة بدريتي مريم. إن البرايا بيسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة. محافل الملائكة وأجناس البشر والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم أيها الهيكل المتقدس والقديس والفردوس النار فقر البتولية ثبت هذا الدير هذا البيت التي منها تجسد الإله بواسطتهم قدمت وصار في كنائسك المقدسة يفتقدون المساكين وهو إله وعوض الوقتيات الأبديات وعوض الثانيات الباقيات لأنه صنع مستودعك عرشان والسيرة الحميدة وجعل بطنك بسلاح الحق بسلاح أرحبا قلوبهم الخير والصالح لكنيستك ولكل شعبك لذلك يا ممتنية نعمة اخوتنا الذين في البلاط وكل المعسكر احفظ الصالحين بصلاحك واصلح الاشرار بخيريتك اذكر يا رب الشعب الواقف حولنا والمتخلفين عننا النجس التي تعذبهم رافق المسافرين في البر والبحر والجو اعتني بالأرامل اعضد اليتامى انقذ الأسرى اشفي المرضى اذكر اللهم الذين في المحاكم والمناجم والمنافي والعبودية المرة والضيقات والشدائد والكوارث المتنوعة وكل المفتقرين إلى تحننك العظيم والذين يحبوننا والذين يبغضوننا والذين أوصون نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم اذكر أيها الرب إلهنا كل شعبك واصبغ على الجميع رحمتك الغنية
مانحا إياهم كل ما يطلبونه للخلاص. أما الذين لم نذكرهم نحن إما عن جهل بهم أو عن نسيان أو لكثرة الأسماء، فاذكرهم أنت يا الله العالم بسن واسم كل إنسان والعارف كل إنسان من جوف أمه. فإنك أنت يا رب عون الذين لا عون لهم، ورجاء اليائسين، ومنقذ المكابدين أهوال الشتاء، ومن المسافرين في البحر، وطبيب المرضى. كن أنت الكل الكل يا عالما بكل إنسان وبغيته وكل بيت وحاجته. نجي يا رب هذه الكنيسة المقدسة وهذه البطريركية والأبرشية والوطن وهذه المدينة وكل المدن والقرى من الجوع والوباء والزلازل والخريق والأوبئة والسيف ومن غارات الغرباء والحروب الأهلية. اذكر يا رب جميع الأساقف المستقيمين الرأي القاطعين كلمة حقك باستقامة. اذكرني أنا أيضا غير المستحق بحسب كثرة رأفتك، واغفر لي كل ذنوب الطوعية والكرهية، ولا تمنع بسبب خطاياي نعمة روحك القدوس عن هذه القرابين الموضوعة. اذكر يا رب الكهنة والخدام في المسيح وكل الطغمات الكهنوتية، ولا تخزي أحدا منا نحن المحيطين بمذبحك المقدس. افتقدنا يا رب خيريتك وتجلى لنا برأفتك الغنية. هبنا الأهوية معتدلة نافعة، وجد علينا بأمطار معتدلة صالحة لخصب الأرض. بارك إكليل سنة خيريتك، كف شقاقات الكنائس، واخمد تشامخ الأمم وإعجابهم، واقمع ثورات البدع سريعا بقوة روحك القدوس. اقبلنا جميعا في ملكوتك، جاعلا إيانا أبناء للنور أبناء للنهار. هبنا سلامك ومحبتك أيها الرب إلهنا، فإنك قد منحتنا كل شيء. عظيم هو اسم الثالوث القدوس. أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس. أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس. أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. الذين قدموها والذين قدمت من أجلهم، اذكر يا رب عبيدك من أجل الصحة والسلامة والعافية والخلاص. اذكر يا رب أولا أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا، معافا مكرما مجد الأيام، مفصلا كلمة حقيقة باستقامة. اذكر يا رب أولا أبانا ورئيس سقيفتنا كريستوفوروس، وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا، معافا مكرما مجد الأيام، مفصلا كلمة حقيقة باستقامة. خاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهما جميعهن، جميعهما جميعهن، وأعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد، وأن نسبح أسكو الإكرام العظيم الجلال، أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب، من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي، يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس. نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى رب نطلب. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك،
أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. آمين يا رب. نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا. آمين يا رب. نسأل غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا. آمين يا رب. نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. آمين يا رب. نسأل أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. آمين يا رب. نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدوس لنودعن أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. واهلنا أيها السيد أن نجر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دار الدائرين. السلام لجميعكم ولروحك لنحني رؤوسنا للرب لك يا رب. أيها السيد الرب أبو الرأفات وإله كل تعزية بارك الذين أحنوا لك رؤوسهم قدسهم واحرسهم وحصنهم وقوهم ابعدهم عن كل عمل شرير وضمهم إلى كل عمل صالح اجعلهم مستحقين للاشتراك في أسرارك هذه الطاهرة المحية بلا دينونة لغفران الخطايا ولشركة الروح القدس بنعمة ورافة ابنك الوحيد ومعبد للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل يجد الصالح والمحي والصالح الحياة الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. بروسخ من القدسات للقديسين
به قد لمست شفتاكم وأثامكم. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوك المؤمنين الغلبة على البربر. لأنك هلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة، احفظنا في قداستك لهجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحية الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا الرب. نشكرك أيها الرب إلهنا على تناول أسرارك المقدسة الطاهرة السماوية غير المائتة التي منحتنا إياها إحسانا وتقديسا وشفاء لنفوسنا وأجسادنا. فأنت يا سيد الكل، هب أن تكون لنا شركة جسد ودم مسيحك المقدسين لإيمان غير خازن ولمحبة بلا رياء وللامتلاء من الحكمة ولشفاء النفس والجسد ولطرد كل مضاد وللعمل بوسياق ولجواب مقبول لدى منبر مسيحك المرهوب. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. نخرج بسلام إلى رب نطلب. يا رب، يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك واحفظ ملء كنيستك، قدس الذين يحبون بهاء بيتك، أنت شرفهم عوض ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، فلك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، الذي من أجلنا تجسدت حتى تشفي جراحاتنا العديمة الشفاء،
بأخذك طبيعتنا البشرية بدون خطيئة وبحضورك بيننا، وهبت بنعمتك الخلاصية الشفاء للعشرة برص الذين توسلوا إليك وقبلتهم وشفيتهم. ليس هؤلاء فقط، بل منحت البصر للعميان والصحة للضعفاء والقوة للسقماء والحركة للمخلعين، وأخرجت الشياطين وملأت محبتك قلوب المحاقدين. نعم يا من تسود على الجسد والعقل، أطرد وهزم واقصي عن شعبك هذا الوباء وكل ما يخلفه من قلق وخوف وموت للمصابين به. يا رب أيها الإله الرحيم، إن كان هذا الوباء لكثرة خطايانا فإننا نتوسل إليك ونرجو منك أن ترفعه عنا وعن المسكونة كلها، ولكن إن كان هذا الوباء هو جزء من سر تدبيرك الخلاصي لفحص إيماننا فهدئ يا رب هذا الاضطراب وأعنا. وأما إذا كان هذا الوباء صنع الإنسان أو تهاون كثير من البشر لدمار الكون، فأنت بقوتك أيها الرب العظيم القوة ارفع قوة هذا الوباء واشفي بساعدك القوية الصغار والكبار المرضى به، وامنح السلام وأزل القلق، واهبنا الصحة والمعونة والقوة لنا ولكل البشرية بشفاعات والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين. أمين. رب مباركا من الآن وإلى الدار، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار، من الآن وإلى الدار، ليكن اسم الرب مباركا. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، بتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم 12 والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر، والقديس الشيخ سمعان القابل لله، والقديس ثيودوروس، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين الصديقين جد المسيح الإلهي محني، وأبينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية الكابادوك المظهر الأمور الإلهية كاتب هذه الخدمة الشريفة، وأبينا القديس باسيليوس أسقف أنقرة الذي نقيم تذكاره اليوم القديسين. ارحمنا وخلقنا القديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وأبي محمد وجميع قديسين، ارحمنا وخلصنا. Amen.
الصلوات بين القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة ومباركة وبالقداسة. أبونا صابا ألف مبروك كمان مرة إلك، للبطريركية، للأردن، لأهلك، لكل الكنيسة، كنيستنا الأرثوذكسية، للصريح وللكرك.